فضيلة الشيخ، ماذا يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله عز وجل لكي يكون الاعتقاد سليما كما كان عليه السلف الصالح؟ وضحوا لنا ذلك بالأدلة الشرعية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب على المؤمن تجاه صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة أن يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تعطيل، بل يثبتها لله كما جاءت ويعتقد ما تدل عليه من المعاني الجليلة. فهي صفات عظيمة ثابتة لله عز وجل، وهي صفات كمال وجلال ونعوت كمال، فيجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، يدين لله بها كما جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤولها عن معانيها الصحيحة ولا يمثلها ويكيفها ويشبهها بصفات المخلوقين، بل يثبتها على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، فلا تشبه بصفات المخلوقين ولا تمثل بها ولا يسأل عن كيفيتها وحقيقتها ولا تؤول وتعطل وتنفى عن الله عز وجل بحجة التنزيه، بل الواجب إثباتها كما جاءت مع اعتقاد معانيها وما تدل عليه واعتقاد أنها لا تشبه صفات المخلوقين. نعم.